فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. مع الانفراد مخالفه، ثقه انفراد تام لا مخالفه فيه، وثقه انفرد مع المخالفه، وضعيف انفرد مع المخالفه. هذه الاربعه، وبينا بانه قد يطلق العلماء على الثقه الذي انفرد بالنكاره ولكن لا يردون الحديث، كما بينا ذلك عن برديجي وعن غيره. ومنهم من يرى بان انفراد الثقه مع المخالفه هذا الذي يرد، يمكن ان يطلق عليه النكاره. واما الضعيف الذي لا يتحمل تفرده فهذا منكر، زياده عن فضلا عن ذلك ان كان قد خالف فيكون الامر اشد. اليوم ان شاء الله حتى نجمع بين الخيرين سناخذ امثله على النكاره في التفرد والتفرد الذي يحتمل والذي لا يحتمل، وايضا التفرد مع المخالفه، بعض الامثله يسيره حتى ننتهي من كتاب الجنائز كما وعدنا، لان هنا عندنا ايضا بعض الابواب نتكلم فيها. هناك مثال عندنا في سنن ابي داود، في سنن ابي داود رواه ابو داود من حديث سليمان بن موسى الدمشقي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه سمع صوت المزامير فوضع اصبعه في اذنيه وعدل راحلته عن الطريق، وفي كل ثانية يقول لنافع: يا نافع أتسمع؟ يا نافع أتسمع؟ حتى إذا قال نافع: لا أسمع، اعتذر وأسقط إصبعه أو نزع إصبعه من أذنيه. هذا الحديث حديث سليمان بن موسى الدمشقي يحكي نافع عن فعل ابن عمر، وجاء وابن عمر رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع إصبعه في أذنيه إذا سمع المزامير. وهنا نافع يقول: قال لي ابن عمر: أتسمع أتسمع؟ حتى قال: لا أسمع، فنزع إصبعه. طبعا هناك اعتراضات على هذا الحديث كثيرة جدا في المتن، هم يقولون: ما الآن وكيف لابن عمر أن يرتضي لنافع أن يسمع؟ إذا هذه فيها دلالة أنه ليس بحرام، المسألة مسألة تورع ومسألة كراهة، قلنا هذا خطأ بين أيضا، لأن في هناك فارق على الإجماع عند العلماء في الفوارق التي تكون ظاهرة بين من تسمع وبين من سمع. من مر فكانت الموسيقى في مروره ووصلت إلى أذانه، ليس كالذي جلس يتقصد السماع، ونافع ما كان يتقصد السماع، فهذا فارق بين هذا وذاك، لذلك الذي يتسمع هو الذي يسأل شرعا عن ذلك. وأما فعل ابن عمر حتى لأنه لا يريد لا سماع ولا تسمع رضي الله عنه وأرضاه. عامة هذا الحديث أنكروه إسنادا، لأن هذا الحديث يدور على سليمان بن موسى الدمشقي، أما نافع فقد تابعه سليمان بن مطعم سليمان بن موسى الدمشقي قالوا تفرد وهو لا يتحمل لا يحتملون تفرده، مع أن بعض العلماء قالوا قد تابع سليمان تابعه المطعم بن مقدام لكن العلماء قد أنكروا هذه الرواية كما قلنا، لأن سليمان الدمشقي فهذا أيضا قد أنكروه، وقال هذه فيها دلالة على أن التفرد الذي لم يكن تام الضبط، مع أن علماء الجرح والتعديل لم يسقطوا حديث سليمان الدمشقي، حديثه يمر على التحسين، ومع ذلك لما انفرد قال أبو داود منكر، فمثله لا يمكن أن يعني نقول بأن هؤلاء العلماء الذين قد اهتموا اهتماما عظيما بالأحاديث لم تأتي همتهم على حفظ هذا الحديث وأحفظه سليمان للأمة فقط، فلذلك قال منكر. لكن الحق أن حكم أبي داود على النظر، لأن سليمان لم ينفرد، لكننا نمثل به على أن أبا داود لما أطلق النكارة على تفرد
سليمان ابن موسى، مع أنه كما قلنا يمر حديثه. أيضا في الكامل لابن عدي أو أحمد بن عدي روى حديثا عن أبي أمية، كان عن أبي أمية محمد إبراهيم قال حدثنا حفص بن عمر عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجس شيء إلا ما غير من ريحه أو طعمه. عن ثور بن يزيد قال أحمد هذا الحديث قد تفرد به، قال أبو أحمد اللي هو ابن عدي قال هذا الحديث منكر، لم يوصله إلا عن ثور بن يزيد إلا حفص بن عمر. قال هذا الحديث منكر، لما؟ لأن الإسناد حفص بن عمر هو الذي وصله عن ثور بن يزيد. ثور بن يزيد أيضا فيه كلام على أساس البدعة التي عليها، لكن هو أحمد قال خذوا منه واتقوا قرنيه، لكن حفص ابن عمر مثله لا يتحمل العلماء تفرده. ولذلك قال ابو احمد عدي قال هذا له مناكير، حفص ابن عمر له مناكير. لذلك علماؤنا لم يصححوا هذا الحديث، يعني تغيير الطعم او اللون او الرائحه، العلماء قالوا هذا على الاجماع، هذا على الاجماع، يعني الاجماع ليست على النص ولكن على الاجماع. فاذا العلماء يقولون أبو أحمد بن عدي قال هذا حديث منكر، لما؟ لتفرد حفص بن عمر الذي وصله عن ثور بن يزيد، ومثل ذلك لا يقبله العلماء. أيضا من تفرد الصدوق أو الحسن الحديث، بقى أيضا العلماء قد أطلقوا النكار على حديثه لتفرده، فحديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا الحديث تفرد به أبو جعفر الرازي، هذا الحديث تفرد به أبو جعفر الرازي. لذلك بعض العلماء حسن الحديث ومر له، الذين يتمنون على كلام الشافعي حتى صح هذا الحديث. الغرض المقصود بأنهم هنا الآن العلماء قالوا هذا حديث معلول، وعلاته تفرد أبو جعفر، تفرد أبو جعفر الرازي بهذا الحديث، ومثله لا نقبل تفرده، مثله لا نقبل، مع أنه الآن حسن الحديث ليس بضعيف هو الآن. ولذلك أنكروا الحديث عليه وردوا الحديث. قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا، تفرد به أبو جعفر الرازي، وهو كما قلنا حسن الحديث، ومع ذلك العلماء لم يتحملوا هذا التفرد منه وأنكروا هذا الحديث. أيضا من ذلك الحديث الذي أنكره الإمام أحمد، أنكره الإمام أحمد على العلاء بن عبد الرحمن، طبعا السلسلة معروفة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبي، حديث العلاء بن عبد الرحمن روى أحمد بسندي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أنكره الإمام أحمد وأنكره ابن معين وأيضا ابن مهدي وأبو زرعة، قد أنكروا هذا الحديث وقالوا بأن هذا الحديث لا يمكن قبوله، هو منكر. لما؟ قالوا للتفرد والمخالفة، هنا التفرد والمخالفة، التفرد وتفرد العلاء بن عبد الرحمن، قالوا ومثل ذلك أو مثل هذا لا يحتمل العلماء تفرده، العلاء بن عبد الرحمن وإن كان حسن الحديث أيضا لكن العلماء لم يتحملوا تفرده. وأما الذي حدا بالإمام أحمد أن ينكره الحق هو أنه خالف حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فهذا قال إذا هذه الحديث هذا يخالف هذا الحديث، لكن الذي حسن هذا الحديث كالشافعي وغير الشافعي، حتى ابن القيم ابن تيمية من الحنابلة قالوا بتحسين الحديث، وقالوا أنه لا مخالفة بين هذا المتن وهذا المتن، لأن المفهوم لا يخالف المنطوق هنا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، من الذي لم يصم أصلا لم يعتاد على الصوم، أما الذي نقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين هذا الذي كانت له عادة، فهذا الذي له أن يبتدئ أيضا بعد النصف من شعبان أن يصوم، فقالوا لا مخالفة بين المتن الأول والمتن الثاني، لكن الإمام أحمد أعله بعلتين، العلة الأولى تفرد من العلاء بن عبد الرحمن ومثل لا يتحمل تفرده، هذا أيضا على المنهاج الذي عليه المحققون من أهل العلم، وقالوا أيضا هو يخالف المتن الثاني وهو متن الحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. أيضا من الأمثلة حديث مسدد، الحديث رواه النسائي وغير النسائي، مسدد عن يحيى بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى على جنازة في المسجد، قال من دخل المسجد أو من أدخل الجنازة في المسجد فصلى عليها فلا شيء له، قال
من دخل المسجد فوجد الجنازة فصلى عليها فلا شيء له. هذا الحديث تفرد به صالح مولى التوأمة, وهذا الحديث أيضا أنكره العلماء للتفرد وللمخالفة ليس للتفرد فقط. يعني احنا ضربنا مثلين على أساس أمثلة على التفرد بدون مخالفة, وأمثلة ثلاث أمثلة على التفرد بالمخالفة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال من دخل فصلى على جنازة في المي في المسجد فلا شيء له. فهذا تفرد به صالح, ومثل صالح لا يتحمل العلماء تفرده. وأيضا هناك مخالفة, فإذا هذا إنكار نكارة للتفرد مع المخالفة. فهنا المخالفة لأن مسلم كما قالت عائشة ما صلى على سهل بن بيضاء إلا في المسجد, ولا أخي إلا في المسجد, فهنا مسلم صلى في المسجد, فكيف يقول لا شيء له هو الذي صلى في المسجد على الجنازة في المسجد. وإجماع العلماء على صحة صلاة الجنازة داخل المسجد, وهذه بعض الأمثلة التي بينا فيها ما قررناه نظرا بأن الإنكار قلنا إما التفرد المطلق وإما التفرد مع المخالفة, لا سيما أن يكون ذلك من الضعيف. فإن كان من الثقة فبعض العلماء أيضا يقسمون الثقات إلى قسمين, الثقة الذي هو فطين المحدثين امتلأ يعني ضبطا وعلما وأيضا له سعة من الرواية كالزهري وأطراب الزهري وأخران الزهري, مثل هذا لو تفرد لا أحد يستطيع أن يرد حديث مثل الزهري إذا تفرد. والبرديري يقول مثل هؤلاء أنه منكر, يقول الحديث منكر ولكنه يصحح لا يضعف كما لهم ذلك. ما ذلك عن أحمد عن غيره ذهب يتطرر ذلك, قال قد يطلقون النكار على التفرد ولا يضعفون. الأمر الثاني اللي هو الحديث الأمثلة الثانية كما قلنا هو الضعيف الذي يخالف أو الثقة الذي يخالف قد يكون النكارة عليه. إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في درس جديد الإصلاح بالجنازة يخالف قد يكون النكارة. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.